إله الخلق ما لي سواك، أنا الضعيف في حماك. إلهي أغثني كن معي لا تتركني مع سواك. إله الكون يا أملي لقد عدت لرضاك، تركت الدنيا وراء ظهري والتجأت إليك يا ربي لا تدعني يا إلهي تائها وسط دربي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، معا نبدأ حلقة جديدة في منهج التائبين بمعية شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الفاضل، نتحدث اليوم عن تعامل المربين أو الدعاة مع التائبين، كيف يتعامل المربي مع التائب، كيف يدعوه إلى الله. وأنطلق من قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف يتعامل المربي مع التائب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. أبتدئ الإجابة عن هذا السؤال الطيب: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الداعي يحتاج إلى حكمة كبيرة بين التيئيس وبين التساهل. لا نريد دينا صلبا يكسر ولا لينا فيعصر، بينهما. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني تحبه وتخافه في وقت واحد. قضية ليست سهلة، دائما أن تمسك العصا من طرفها سهل جدا، أما من وسطها يحتاج إلى حكمة كبيرة جدا. فالداعية يتخول إخوانه بالموعظة، لو الدعوة استمرت طويلا صار في ملل وسأم. وأنا قناعتي الآن أن الإنسان بيصغي بفترة محدودة، يعني أقلها 10 دقائق وأكثرها 40 دقيقة، أما درس طويل جدا بيصير في ملل. لذلك اجلس إلى الطعام وأنت تشتهيه، وقم عنه وأنت تشتهيه، هذا في الطعام وفي الدعوة إلى الله كذلك. تكلم والناس متشوقون لسماع كلامك، وأنهي الدرس وما زالوا متشوقين. بحب ألفت النظر لموضوع دقيق: الدرس المفتوح ممل جدا، مفتوح، هذا الدرس ينتهي بعد 40 دقيقة، بعد 30 المستمع مضطرب مطمئن، صار في له مواعيد بعد الدرس، فهذا الوقت المفتوح ما بينجح إطلاقا. فبعدين كان يتخلدوننا بالموعظة من حين لآخر مخافة السأمة، لأنه كمان السأم مشكلة كبيرة. فأنت من حين لآخر ألقي كلمة موجزة واضحة مشوقة. أما النقطة الدقيقة جدا، سيدنا عمر قال: كنت قد أعددت كلاما قاله عني أبو بكر. معنى ذلك أي داعية يستطيع يتكلم ساعات طويلة بلا تحضير، بس كلام غير منظم. أما إذا أعددت كلاما، الفكرة شرحت، دعمتها بنص قرآني، بحديث صحيح، تطبيقات العملية، بقصة مؤثرة، التنوع بالطرح من نص قرآني إلى نص نبوي إلى حقيقة علمية إلى تطبيق عملي، هذا بشد الناس. وأنا أذكر دائما لو أخذت ابنك معك إلى الخطبة وسألته عما بقي في ذهنك، القصة فقط، القصة حقيقة مع البراني عليها، والقرآن استخدمها كثيرا القصة، لقد كان في قصصهم عبرة للألباب. نعم. إذن القصة طريق دقيق جدا. نعم. والتخول يعني من حين لآخر،
ما يكون في ثقل بالخطاب الديني. له وقت محدد بعدين واضح محضر. كنت قد أعددت كلاما قاله عني أبو بكر. نعم، هذه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في عنا حسنة وعنا مجادلة بالتي هي أحسن. نعم، الحسنة صفة، أما المجادلة صار في أنا، هذا الذي تجادله ربط كرامته بأفكاره. هنا وجادلهم بالتي هي أحسن. أجمل عبارة، الحق معي أو معك، وهي قرآنية. وإنا وإياكم لعلى هدى، مو أنا مهتدي وأنت ضال، هذا كلام غير مقبول. وإنا وإياكم، فإذا في تواضع وفي حكمة وفي حقائق دامغة وفي قوة في التعبير وفي تلطف في الجدال، فالمجادلة بالتي هي أحسن. بالجدال صار في ربط الكرامة بالشخص، بالفكرة. أما الدعوة بالحسنة. نعم، وهو من أدب الاختلاف سيدي أن نلتزم بقول الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. لكن هذا سيدي هل يعني ليس في الثوابت؟ نعم، في العقيدة، وإنما في الأمور التي في التفاصيل، في التفاصيل التي تحتمل وجهة. نعم، النظر. يعني أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه. نعم، 1000 درهم ونصفه الها تعود على 1000 مع الدرهم؟ نعم، تحتمل. هي قضية خلافية. هلأ القضايا الأساسية في الدين الفرائض بنصوص قطعية، أما القضايا المتبدلة بحسب المكان والزمان والظروف والأحوال والبيئات وأنواع الشعوب فيها نصوص ظنية الدلالة لحكمة بالغة بالغة بالغة. نعم سيدي، أيضا من مفردات تعامل المربين مع من يدعونهم إلى الله ومن مفردات الحكمة والموعظة الحسنة التي تفضلتم بها موضوع التدرج، التدرج في الدعوة. فبعض المربين يأتيه التائب إلى الله اليوم تاب، فيعني يأمره بكل أوامر الدين، يعطيه قائمة فييأس ويعني يكاد يخرج من الدين. أنا أتساءل، تأكيد لكلامك، يعني ما كان من الممكن أن تلغى الآية التالية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ الآية منسوخة، هي منسوخ الحكم. لما بقيت لفظا تلاوة ليعلم الدعاة. إذا في عندك 1000 بند 100 بند أعطيه 3 اليوم، لا طبقهم، قويت له إرادته، ثاني يوم 3 تانيات. التدرج منهج إلهي، وفي التعليم تدرج، وفي أشياء ألغيت حكما بقيت نصا، بقيت نصا لحكمة بالغة كي يقلد الدعاة في آخر الزمان منهج الله عز وجل. نعم، حتى يتدرجوا مع من يدعونهم في الدعوة. نعم. أيضا أحيانا سيدي من تعامل المربين ربما المجافي للصواب مع التائبين، يأتيه التائب يعني فيبدأ ويغرقه في الجزئيات والتفاصيل قبل أن يعطيه الكليات والعموميات. أذكر تماما إنسان فرنسي أسلم في مصر، فعن طريق شيخ أبقاه في أحكام المياه 6 أشهر. بكتب الفقه فيه شيء بالتفصيلات. نعم، بالتفاصيل. نعم، فالتقى مع الإمام محمد عبده، طبعا ترك الإسلام على هذا التطويل، ترك الإسلام. الإمام محمد عبده قال له الماء الذي تشربه توضأ منه. أنا الآن أقول هذا الدين الآن يحتاج إلى تبسيط وعقلنة وتطبيق، تبسيط وعقلني. لا تقم جدارا بين العقل والدين. الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل هذا القرآن هو الله، الجهة واحدة. الذي أعطاك العقل هو رب العالمين، والذي أنزل هذا الوحي رب العالمين. فشيء بديهي مسلم به أن النصوص يجب أن تتوافق مع العقل، أو أن العقل يتوافق مع النصوص، لا بد من تمازج بينهما. أعطي غذي عقله بالعلم وقلبه بالحب. نصوص نصوص نصوص، تفاصيل مملة، الأحوال واشتياق
وإقبال وحده مشكلة. لا تكون داعية يشطح ولا داعية ينطح، كن داعية ينصح لا يمدح ولا يقدح. نعم سيدي، أيضا من الجوانب ربما السلبية في تعامل بعض المربين مع بعض التائبين أنه يحمله أحيانا على رأي فقهي واحد. يعني أضرب مثلا، يأتيه وقد أمضى شيئا من عمره بغير صلاة بعد أن كلف، يقول أنا تبت الآن إلى الله عز وجل وعدت إليه. يقول له إذن ابدأ من اليوم بقضاء السنوات العشر السابقة، في كل يوم عندك يعني تبدأ بالقضاء، فيمضي يومه وهو يصلي ويقضي ما فاته، حمله ما لا يطيق. نعم، والتوبة تجب ما قبلها، هذا اجتهاد. يعني يوجد رأي فقهي ومعتمد. نعم، بأنه وأي سلوك مغطى برأي فقهي معتمد فهو صحيح عن علم أو عن غير علم. كيف عن علم سيدي؟ يعني هو فعله اختصارا. نعم نعم، بس لا يعلم الحكم الفقهي. تماما، وقد يكون الحكم لصالحه. تماما. أيضا من السلوكات التي ينبغي لفت النظر إليها، أحيانا الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من مال كسبه من ربما من شبهة أو من مصدر فيه شيء، فيأتي أيضا إلى بعض المربين يقول له يعني تخلى عن مالك كاملا حتى تتوب إلى الله، ما تعليقكم أيضا؟ والله تعليقي، أحد كبار العلماء قال توبة المؤمن تطهر ماله. نعم، كان بعمل يعني غير مشكور، كسب مبلغ مال معين، فإذا أنفقه وبقي فقير عاد إلى معصيته السابقة، فتوبة المؤمن تطهر ماله. هذا رأي ابن تيمية. نعم، إن لم يكن هناك حقوق للعباد. لا مو حقوق، بس يعمل بسهم. نعم، بدار سينما موظف وتاب لله. نعم، وترك العمل هذا، فالآن ماله من هذا المال في عليه شبهة، ما دام تاب الله تفضل عليه بتطهير ماله. أما إذا كان اكتسبه من حرام. نعم، والحرام من يعني أشخاص يعيده. إنسانة تابت من عملها الفني فأفتي لها أنه مالها كله حرام، أنفقته جميعا، بقيت بلا رزق، عادت إلى الفن. نعم، إلى العمل السيء. نعم، إذن سيدي هناك يعني الأمر دقيق، والآن نوجه كل إنسان على شيء من العلم بغض النظر إذا كان مربيا أو عالما، لأن كل إنسان فينا معرض في عائلته أن يأتيه تائب، فالمنهج الأساس في التعامل مع التائب هو الحكمة، ألا نحمله ما لا يطيق، أن نتدرج معه في تطبيق الأحكام، أن نأخذ له من الآراء أخفها أم أيسرها. يعني بشكل عام إذا سئل العالم عن شيء لم يفعله الشخص السائل أعطه الفتوى الشديدة ردعا له عن فعله. نعم، أما إذا سأله عن شيء فعله أعطه الفتوى الخفيفة، وهي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، وهذا الذي يعني صنعه ابن عباس رضي الله عنهما يوم جاءه رجل يعني ورأى من حاله أنه يريد القتل، قال هل للقاتل توبة؟ قال ليس للقاتل توبة. نعم، وجاءه آخر يبدو أنه ابتلي وجاء فقال له توب إلى الله وكذا، قالوا كيف فعلت؟ قال نعم، هذا لم يقتل وهذا قتل. نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم، شكر الله لكم. إخوتي أخواتي، نشكر لكم حسن المتابعة، ونشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به وأمتعنا بكلماته الطيبة. نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله الخلق، ما لي سواك، أنا الضعيف في حماك، إلهي أغثني كن معي لا تتركني مع سواك، إله الكون يا أملي لقد عدت لرضاك، تركت الدنيا وراء ظهري والتجأت إليك يا ربي، لا تدعني يا إلهي تائها.